السلام عليكم، معكم محمود من قناة الولايف. والتحرش في أوكرانيا، التحرش هو مش بس التحرش الجنسي، هو أي تحرش. يعني مثلا أشهر مثال بنشوفه في أوكرانيا بالذات في العاصمة طبعا وفي خاركيف العاصمة التانية، بتلاقي شباب قاعد كده في حتة وجنبهم بنات لابسين قصير ولا حاجة، فتلاقيه راح منزل التليفون تحت كده خبيث، عارف، ومقرب عامل زوم عشان يصور ايه من تحت السكيرت. حاجات يعني بتحصل بنشوفها في رمضان احيانا من طلبة عرب موجودة في كييف. فخبيث يعني، المجتمع بينبذ ده، يعني المجتمع في اوكرانيا مش بيحب الحاجات دي، مش حاجة حلوة. الخبيث ده اللي هو الموبايل يحطه بقى ايه تحت البنطلون كده او تحت رجله، ويبتدي بقى ايه وينشن الكاميرا على البنت اللي ماشية ويقعد يصور. واحد برضو قال يعني بيصور نفسه ويجيب بقى ايه البنت اللي في الكادر بقى ولابسة مش عارف ايه خفيف ولا حاجة. كل الكلام الضال التعبان ده هينفعك ايه؟ تقعد تتفرج عليها بالليل بقى كده وبتاع وتفر بقى في الفيديوهات اللي انت صورتها في اليوم، ولا هتشيرها على تيك توك وشوفوا. ما هو معظم الاوكرانيين بيعملوها كده، مش هلع جنسي ولا حاجة عندهم، بقدر ما هو شهرة، عايز يعمل يلقط موقف معين مضحك مخزي مهين لواحدة او لواحد او ايا كان. لان على فكرة هم مش بيصوروا بنات بس، لا بيصوروا اي حاجة، فبيصور الموقف ده وعايز يشيره بقى على اليوتيوب او على التيك توك. التيك توك طبعا مشهور وضارب في اوكرانيا جامد يعني. فحتى بنات تخيل بتتحرش بالكاميرا، تصور واحد مثلا قاعد في المترو ولا مش عارف بيعمل حركة ايه كده فتصوره باين ظهره ولا حاجة كده، تروح مصور في عشان تشيرها على التيك توك. وبيصوروا حتى رجال الشرطة والأمن في مواقف معينة اللي هو الحق امسك. هي ممكن نسمي ده رقابة شعبية أو رقابة جماهيرية على الأخطاء، إنك ترصد الأخطاء، لكن إنك مش ترصد العورات دي حاجة تانية خالص، حمادة تانية خالص. فللأسف في ناس بتقلد الأوكرانيين في الحركات دي بس بغشامة، يقول لك ما هو كله بيصور اهو يا عم بنات ومش عارف اصور انا، ويجي يعمل كده يجي بيه واحده تقول ايه ده فلان بيصورني، تتمسك وتتسلخ وتتفضح فضحت المضطر بتطلع على المعاش. ف خليك حريص حتى وانت بتغلط يا اخي. يعني حتى في ناس بيصور نفسه فعلا ما بيصورش حد، وبانت واحده في ظهره في الفيديو او في الصوره، فتقول ده بيصورني وتشتكي، يجي لها يجي الشرطه يركب فوق دماغك يقول لك ايه ده وريني الفيديو لو سمحت انا اسف، او بادب شديد على فكره، فتوري له فعلا يقول لك انت مصور البنت، لا انا مصور نفسي لا معلش امسحها بقى محترم معاك وكده. في ناس بقى ايه بتتمسك وهي مصوره ورك البنت يعني او دراعها او وشها او ايا كان يعني، فيجي بقى يشوفوا الصور يلاقي مصور 6-7 صور كده للبنت وهي عامله الحركه، يقول له لا تعالى بقى انت متحرش، تعالى نحاسبك بقى، تعالى معانا الاسم واكتب بقى زي اللينيا ولا نكتب محضر ونشوف الدنيا فيها ايه، ويرزعك الاشتراف المحترم. فليه تحط نفسك في الموقف ده؟ غاوي قوي يعني تصوير بنات، هم موجودين على اليوتيوب، اللي بيتصور كله موجود على اليوتيوب وعلى التيك توك. خش التيك توك وشوف بقى، لو انت هيجان وعندك هلع وبتاع، استغفر الله العظيم احنا في رمضان النهارده كان 19 رمضان، واتفرج على الحاجات دي. اقول لك ايه، ما مش لازم انت تتورط فيها، شوف هم كل اللي بيصوروه بيصب في التيك توك، فالتجميعة دي كلها روح شوفها هناك. لو انت راجل تحب الرزيلة ومن الذين يحبون ان تشيع الفحشة، الفحشة شيعة هناك، روح اتفرج. واليوتيوب ما شاء الله ذكي جدا، يعني بيشوف الشخص اللي يتفرج مدة طويلة على الفيديوهات اللي من النوع ده اللي فيها عري او حاجة او تصوير خلصة، ويجيب لك زيها كتير، فكل ما تقلب تلاقي اكتر بقى، فيعني عشان الذنوب تزيد. احنا في رمضان بقى عادي بقى زود. على فكره معلومه كده صغيره، زي ما الحسنه بتضاعف ب20 ضعف و70 ضعف لمن يشاء ربنا، اما بيشاء يعني بيضاعف لك مش الحسنه ب10 لا ب100 وبمليون وكده، كمان السيئه ممكن تضاعف. ما زي دي كده يعني، انت لما بتعمل حسنه في رمضان تضعف لك وتبقى حاجة حلوة جدا، الحسنة العادية حسبة رمضان مضاعفة، في رمضان بيبقى السيئة مضاعفة برضه، فتخلي بالك من السيئات اللي بترتكبها. خليك منضبط، خليك واقف على مبدأ اللي هو أنا راجل جاي البلد دي عشان أدرس فقط،
واذا امكنني الزواج ساتزوج. وانتهينا. جالي فرصة شغل اشتغلت، عملت مثلا تاكسي واشتغلت تاكسي وجبت فلوس زي الفل، جبت عربية، جبت شقة، جبت اتجوزت، عملت اقامة، كل الكلام ده فل الفل. لكن في نص الكلام ده تحيد عن الطريق وتقعد بقى تعمل ذنوب تتقلك، تعطلك، تكعبلك، تمرمطك، وخلص الكلام. وكل سنة وانتم طيبين. خلاص قربنا على نهاية شهر رمضان، فاضل اهو 11 يوم ولا حاجة والعيد يجي. كل سنة وانتم طيبين مقدما، ولا يسعني الا ان اشكركم على المتابعة لاخر الفيديو. زي ما تكرمتم وشفتوني، انا نفسي كمان اشوفكم كلكم. يا رب يبقى في فرصة ان احنا نتقابل كلنا في اوكرانيا وفي روسيا وفي كل حتة بكون موجود فيها. ناس كتيرة طلبت مني انها تقابلني. نفسي فعلا اعمل مقابلة مع الناس، لان بحب الناس فعلا تتفرج عليا، بتتواصل معايا على الواتساب، ناس على قمة الخلق والتدين والاحترام. واحيانا الناس مش متدينة بس بتراعي المبادئ بتاعتها والمبادئ بتاعة المجتمع اللي هم عايشين فيه، ناس عاقلة جدا ومحترمة جدا. نفسي اقابل كل الناس دي في فرص معينة او في ظروف معينة. كل ما اروح مدينة ان شاء الله في الفترة الجاية، احنا في الصيف اهو الجو احسن، وان شاء الله يكون عندي اوقات فاضية اكتر واقدر اقابلكم ونتجمع على خير ان شاء الله. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.